الإمام الخميني قائد الثورة الإيرانية في كتابه تحرير الوسيلة أباح والعياذ بالله تفخيذ الرضيعة، أي الطفلة التي عمرها يوم ويومين وثلاثة، فإلى أن تفطم فهي في دائرة الاستباحة حسب فتوى كبير إيران. لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال 9 سنين دواما كان النكاح أو منقطعة، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة. تفخيذ الرضيعة كلام لا يقوله عاقل ولا يقوله حتى الحيوان. دي وحشية، قسوة وحشية لم نسمع عنها في أي دين وفي أي ملة، يعني شيء ينفر من عنده شعرة من آدمية وأساس. هذه أمور ما سمعنا عنها في طفولتنا أبدا، ولم نسمع عنها طوال حياتنا إلا من كتبهم ومن مراجعهم. تصور أن هذا الذي قال هذا الكلام لم يقله فقط بل طبقه بنفسه، ومعلوم أنك لو قرأت كتاب لله ثم للتاريخ ترى أن الشيخ حسين المسوي رحمه الله قال كان بنفسه مع الإمام الخميني وذهب إلى قرية كذا ووصف الحال، وهو أنه طلب بنفسه من هذا الذي ذهب إليه أن يعطيه ابنته الصغيرة، وفعلا كان معها والبنت كانت تصرخ ولا أحد يتكلم، بل جعلوا هذا من البركة وجعلوا هذا من الأمور العظيمة والتي لا بد أن تقبل ولا بد أن يثاب أهل البيت على ذلك. وتصوروا أن الأب هو بنفسه الذي أعطى البنت مباركة وسعادة وسرور وقال تفضل. يصير محرم ويا واحد، او مثلا امرأة بتصير محرم ويا واحد، مثلا بنت صغيرة بالبيت، مثلا نفترض هناك طباخ بالبيت، طباخ جايبين من برا مثلا جيت باكستاني او هندي او مثلا بحريني او اي شخص جاي للبيت بعنوان طباخ، هاي الطباخ يبي يصير هي صاحبة البيت محرم، صاحبة البيت يطلع شوية شعرها لو شوي رقبتها لو شيء من يدها لو شيء من ساقها، فإذا كان هناك شخص مثلا غير محرم وياها وتاخذ يعني حرية بالحركة فتبقى تصير ويا هذا الشخص محرم، شو تسوي؟ ممكن هذا الشخص يعقد على بنته ولو البنت صغيرها، يعقد على بنتها متعة لمدة ساعتين أو 4 ساعات،
يعقد عليها متعة، يعقد على بنتها الصغيرة، فهي شو تصير؟ هي شو تصير بالنسبة لنا لما يعقد على بنتها؟ شو تصير؟ قول يا حمته بارك الله فيك، تصير أم زوجته. إذا الأم والزوجة محرم على زوج بنتها ولا محرم؟ تمام هو تمام. فبالتالي انحلت القضية. فيمكن أن هناك تنشأ صيغة العقد المؤقت لأجل المحرمية، وانحلت لنا بذلك المشكلة. وأعلى مرجعية معاصرة أبي القاسم الخوئي فقد أفتى بجواز أن يلعب الرجل بعورة الرجل والمرأة بعورة المرأة على سبيل المزاح، عفوا اشترط عدم إثارة الشهوة. لا يمكن لإنسان عنده مروءة أو عقل أن يرضى لنفسه أو لمحارمه أن يأتي رجل آخر فيمس عورته، أو امرأة تأتي لتمس عورة أخرى. إذا كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة، يحرم أن ينظر فقط الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة، فكيف بالمس أو أكثر من ذلك؟ هذا من أعظم الذنوب عند الله علام الغيوب. ألا فليتق الله هؤلاء الذين يكذبون على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والمرشد الأعلى لثورة الإيرانية الحالي وثاني أكبر مرجعية شيعية في العالم علي خامنئي يبيح تلقيح المرأة بنطفة الرجل الأجنبي. هل يجوز تلقيح زوجة الرجل الذي لا ينجب بنطفة رجل أجنبي عن طريق وضع النطفة في رحمها؟ الجواب: لا مانع شرعا من تلقيح المرأة بنطفة رجل أجنبي في نفسه، ولكن يجب الاجتناب عن المقدمات المحرمة من قبيل النظر واللمس الحرام وغيرهما. وعلى أي حال، فإذا تولد طفل عن هذه الطريقة فلا يلحق بالزوج، بل يلحق بصاحب النطفة وبالمرأة صاحبة الرحم والبويضة. ولكن ينبغي في هذه الموارد مراعاة الاحتياط في مسائل الإرث ونشر الحرمة. هذه الفتوى تدعو إلى الانحلال، وتدعو إلى التفكك، وتدعو إلى ضياع الأنساب، وتدعو إلى لا مجتمع، لا فرد، لا أمة، لا شعب، لا هداية، لا طريق، إنما يكون المجتمع مجتمعا حيوانيا أسخم من مجتمع القرود، مجتمع فيه ما فيه من الانحلال والفوضى التي لا توصف بأي شيء، إنما هي فوضى وإنما هي عبثية. وها هو قائد الثورة الإيرانية الخميني يفتي بفتوة شاذة مرة أخرى، لكن هذه المرة كان عنوانها تغيير الجنس، وذلك في كتابه تحرير الوسيلة. ويصبح الرجل امرأة والمرأة رجل في عملية شرعية قانونية حسب الدستور الإيراني. وهذه جولة مع بعض فتاوى المرجع الشيعي الكبير محمد صادق الروحاني، أحد أكبر أربع مراجع شيعة في العالم. السؤال: مرة ذهبت إلى نادي ليلي حيث طلبت عاهرة مني مبلغ $100، دفعت لها وقالت لي متعتك بجسدي كله مقابل هذه النقود لكن مدة يوم واحد فقط، فهل نعتبر ذلك زواج متعة؟ الجواب: باسمه جلت أسماؤه. إذا كان ما قالت بقصد إنشاء الزواج وأنت قلت بعد ذلك قبلت لنفسي هكذا، يكون ذلك زواج متعة. وسائل يسأل: هل يجوز زواج المتعة عبر الإنترنت أو الهاتف إذا كان ذلك حدودا للعلاقة، وذلك للكلام مع الطرف الآخر بحرية، ولا يعني ذلك أن مواضيع المناقشة تخص الجنس فقط؟ باسمه جلت أسماؤه، زواج المتعة بمعنى إنشاء الزوجية بما لها من القيود عبر الإنترنت أو الهاتف
يجوز. وثالث يسأل: هل يجوز قراءة صور من القرآن كهيئة مهر في زواج المتعة كالفاتحة أو قل هو الله أحد؟ الجواب: باسمه جلت أسماؤه، يجوز.